ضابط شرطة داخل صيدلية ليه من غير وجه حق؟ علشان في يعني خصومة بيننا وبين صاحب البيت. الراجل دوت وابنه على علاقة بالملازم الأول دوت أو أيا كانت رتبته، قريب صاحب، الله أعلم هو يقرب لهم أو يعني على صلة بيهم، عبارة عن إيه دوت، بيقوم بتشويه سمعة المكان، سمعة الناس اللي في المكان، عشان يتقال إن الناس دي البوكس بيجي يقف عندها كل شوية، عربيات الشرطة تيجي تفتش وتفتش السيارة، سيارة الدكتورة وعربية الدكتورة، سيارة السيارة اللي قصادها، تفتيش كل شوية. يعني ده تاني واقعة تحصل، مش أول واقعة. يبقى البوكس بيجي وبيفتش، يبقى الناس دي عندها حاجة غلط، يبقى الناس دي سيئة السمعة، يبقى الناس دي حقي كصاحب بيت إني أقاشها من المكان ده. اه كندا يعني هو بينحاز لطرف في خلافات بينكو، والهدف هو تشويه سمعتكو، ولا معاه لا اذن نيابه ولا معاه اي حاجه. ولا حاجة يا فندم. والواقعة اللي حصلت قبل كده كانت ليلة رمضان، نفس اللي حصل بالظبط، نفس التعدي، بس للأسف ما كانش كاميرات تصور ده. الكاميرات دي اتركبت في الصيدلية تاني يوم الواقعة اللي فاتت، وكان عبارة عن تشويه سمعة وتهديد وبس. ما أخدش أي إجراءات، ما أخدش الدكتور يوميها للاسم، ولا أخد العربية زي ما عمل المرة دي. طيب المرة دي هو عمل كده. اتفضل. انا شايف المشاهد يا دكتورة ريم، هات لنا يا استاذ اشرف المشهد في الصيدلية. هو الضابط طبعا يعني حتى ضابط صغير السن، والدكتورة الدكتور عاطف كام سنة حضرتك قلتي لي؟ 47 47 سنة. هنشوف يعني حتى انا ما يهمنيش حكاية 47 فارق السن قد ما يهمني، اصل انت الاحترام هنا لابد ان تحترم كل المواطنين صغيرا وكبيرا. شوفوا يعني هنا يعني حتى لا بيراعي حتى مكانته العلمية، يعني ده مش بلطجي مثلا، وحتى البلطجي كنا بنقول دايما ما تستخدمش معاه هذا الأسلوب، عاقبه بالقانون، يعني زي ما حصل في البتاع الأقصر اللي هو مات في الاسم، قالوا انه يعني اصله كان يتاجر في حشيش، ما يتاجرش في حشيش، قدمه للمحاكمة. احنا شايفينه هو هنا الاعتداء عليه، بقى المعلومات اللي جات لك عن الاعتداء ده ايه؟ انا طبعا مش شايفه الفيديوهات، انا مفيش قدامي تلفزيون، فمش انا قادره شايف اعرف. الفيديوهات اللي هي المنتشرة، يعني تمام. هو دخل واعتدى عليه بالضرب، تمام. اللي هو المشاهد اللي احنا شايفينها، اعتدى هو عليه للاسف بالضرب. مفيش سماعيه، مفيش كان مايك في المكان علشان نشوف كمان الكلام كان بيتقال ايه، لان انا عرفت ان هو اتسبب بوالدته، اتشتم بوالدته، اتشتم بزوجته كمان، يعني كلام ما يصحش.